بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنصايب واحد الكيك ساهل وكيوجد في الحين، وبغيت نشاركو معكم. راه كيجي زوين ودرت عليه الشوكولات غير عشوائيا بحال هكا. بسم الله. دابا غندوز للمقادير. عندي هنا جوج كيسان ديال الدقيق بعبر بهذا الكاس ديال الياغورت، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، وعندي واحد قشره ديال الحامضه، جوج بيضات، وشويه الملحه، واحد معلقه ديال الخل. بسم الله. غندير هاد الياغورت هنا باش نعبر بهذا الكاس. غنعبر به السنيده. غنعبر العبار بهاد الكاس. عندي هنا كاس ديال السنيده اللي هو سكر حبيبات. غنزيد البيض. بسم الله. عندي جوج بيضات وكنزيد شويه الملحه. ودابا غنطرب هذا البيض هو السكر حتى يتخلطوا مزيان. بسم الله. وغنزيد هذا ياغورت. بسم الله. من بعد ما تخلطوا غنزيد الزيت شويه بشويه. دابا كندير هاد القشره تاع الليمون. الزيت راه درت كاس بعبار كاس ياغورت. دابا غنزيد الدقيق. الدقيق راه غربلته من قبل. عندي هنا كاس عامر. غنضيف شويه بشويه. نزيد كاس اخر. لا دابا غنزيد هاد الخماره غنغربلها. وغنزيد واحد معلقه ديال الخل، معلقه صغيره ولا نص معلقه كبيره. بسم الله.
دابا من بعد ما زدت ديك معلقه صغيره ديال الخل ولا نص معلقه كبيره غنخلط، حيت هو كيهشش لينا الفيتا. داك الخل ضروري كنديرو حيت كيكه كتجي هشيشه الا فيها ديك معلقه صغيره ديال الخل. بسم الله، نجيب واحد الليمون اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، وكنهزو هاد العجينه الفوق بحال هكا باش تجينا كيكه مهويه. ها هي الكيكه ديالي، دابا غندخلها الفران اللي سخنته من قبل، سخنته من شعلت الفوق والتحت، دابا غنطفي الفوق ونخلي غير التحت. ها هي الكيكه ديالي من بعد ما طاب، كيف تجي دابا غنحك عليها الشوكولاط. بسم الله، باقا سخونه نحك عليها الشوكولاط باش يذوب. ها هو الكيك ديالي من بعد ما صايبتو، راه كيجي زوين ولذيذ وسهل. صايبوه للوليدات الكيك يومي، ولا تخليوهم يصاوبوه لريوسهم، راه ساهل وما فيه والو، وحكيت عليه شويه ديال الشوكولاط الفوق. وكنتمنى يعجبكم وديروا لينا جيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وبالصحه والراحه ان شاء الله.